السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ أخباركم ايه؟ في الحقيقة أنا بعمل الفيديو ده النهاردة علشان أهني نفسي وأهنئكم جميعا بوصول القناة لعدد 80,000 مشترك. بصراحة أنا عمري ما كنت أتخيل إن القناة تكبر بالشكل ده. احنا خلاص ما عادش عندنا دلوقتي غير 20,000 بس، ونوصل ل100,000 مشترك وناخد درع اليوتيوب. صدقوني لو قلت لكم ان انا عمري ما فكرت في الموضوع من فكره ان انا اخد درع يوتيوب او ان انا اتكلم في هذه الامور تماما، لكن الموضوع نفسيا بجد كبير جدا. فكره ان انت تقدم محتوى صعب تقديمه في وقت كل المحتويات الرائجه فيه هي المحتويات الخاصه بالرقص والموسيقى والفيديوهات بتاعت التيك توك، وحضرتك بتقدم فيه محتوى قانوني في مكان صعب جدا ان انت تتواجد فيه وتلاقي التقدير اللازم ان فيديوهاتك تتشاف بالملايين، وفي نفس الوقت يبقى عندك عدد متابعين حقيقيين بيستنوا المعلومة اللي حضرتك بتقولها او اي فيديو قانوني موجود. قد ايه فكرة ان القناة دي اصبحت مرجع لكل طلبة القانون او حتى لعموم الناس اللي عايزين ياخدوا معلومة قانونية مبسطة بدون اي تعقيد؟ دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. القناة بدأت بالنسبة لي بشكل حرفيا بالصدفة البحتة، ولكن اشتغلنا عليها، قدرنا ان احنا نطورها، قدرنا ان احنا نكبر بيها مع بعض. انا عمري ما قلت ان القناة دي قناتي لوحدي، بالعكس القناة دي قناة أحمد موسى وقناة كل متابع موجود على قناة قانون بالعربي وقناة كل شخص قدم عليها فيديو أو قدم عليها محتوى. أنا كنت حريص دايما إن القناة ما تكونش بتاعتي لوحدي، كنت حريص دايما إن كل شخص عنده محتوى قانوني محترم إن يكون موثق داخل قناة قانون بالعربي، لأن مع الوقت وهتشوفوا الكلام ده بنفسكم المحتوى القانوني بيبدأ يتلاشى من كل محتوى الإنترنت. فعشان كده كنت حابب إن أنا أخلي المحتوى القانوني الخاص بكل القوانين العربية موجود في مكان واحد يوثق كل الفيديوهات ويوثق كل المعلومات القانونية، والحمد لله قدرنا إن احنا ننجح بشكل كبير جدا في هذا الأمر، قدرنا إن احنا نوثق أحداث قانونية مهمة، قدرنا إن احنا نوثق معلومات قانونية مهمة، قدرنا نوثق مرافعات، قدرنا نوثق كل حاجة تخص القانون، وعشان كده سميت القناة قانون بالعربي، لأن اللغة اللي احنا ناطقين بيها هي اللغة العربية، لدرجة إن القناة نفسها تابعة لمجموعة إيجلز. ولكن برضو لما جينا نغير القناة كل الجمهور الخاص بالقناة قال لي لا نرجع تاني لاسم قانون بالعربي. احترمت ده جدا وبالفعل سمينا القناة تاني ورجعنا القناة لاسمها الطبيعي قانون بالعربي. اتمنى ان الفترة الجاية نقدر ننافس المحتوى القانوني الاجنبي وبالاخص ليجل ايجل، ده بالنسبة لنا التوب موديل بتاعنا اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نكون على نفس القوة بتاعته. دي اكبر قناة بتقدم معلومة قانونية في العالم. ان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نكبر في وسط الشرق الاوسط، نوصل بشكل كبير لكل الناس، وبعد كده اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون موجود على قناة قانون بالعربي بعض الاساتذة اللي بيقدموا القانون باللغة الاجنبية. ده شيء يشرفني، واتمنى باذن الله ان احنا نوصل لهذا الامر في القريب العاجل. حبيت اشكركم واقول لكم ان خلاص احنا بدأنا القناة دي مع بعض من زيرو مشترك، النهاردة وصلنا 80,000، ان شاء الله هانت جدا ونوصل ل100,000 مشترك، وبعد كده نفكر في المليون ان شاء الله. القناة بعد ال100,000 مشترك هيبقى فيها تطوير كبير جدا من كل حاجة، من المحتوى للفيديوهات للتصوير للاستوديو لكل حاجة. ان شاء الله هيعجبكم وهتعرفوا ان احنا ماشيين دايما مع بعض ستيب باي ستيب. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان القناة دايما تفضل مرجع اساسي ليكم في كل الامور، ده شيء بيسعدني ويشرفني، وان شاء الله دايما نستمر على هذا الامر. الفيديو القادم ان شاء الله هنهنئ انفسنا بوصول القناة ل100,000 مشترك واحتفالنا بدرع اليوتيوب. نتعب مع بعض شوية، عايزين اجتهاد اكتر على القناة الفترة دي لان خلاص احنا متوقفين فقط على 20%، وبعد كده ربنا يقدرنا على التحديات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لكل متابع في قناة قانون بالعربي، شكرا جزيلا لكل مقدم محتوى في قناة قانون بالعربي. القناة دايما بتفخر بيكم وان شاء الله دايما مكملين مع بعض، ونشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.